دلوقتي يا شباب معايا اليونت اللي هي رقم 8 اللي هو اليونت برادر اند ميكيوريشن. لذيذ يعني اليونت دي لذيذ. نخلص بقى المحاضره بتاعه النهارده. بالنسبه لليونت برادر بنسميها جروس اناتومي، يعني اناتومي على فيسيولوجي على هيستولوجي كده. هي عباره عن ايه اصلا؟ عباره عن قال لك اليونال بلاد ده المكتوب عندك هو اكسباندبل ماسكولار اورجان سيرف از ريزرفوار فور يونت، يعني هو يعتبر ماسكولار اورجان و اكسباندبل يعني او اكستنسبل يعني ممكن يتمدد عشان يعمل يبقى مخزن اليورين ريزرفوار اوف يورين. تعالوا كده انتوا خدتوا حاجات في اليورين بلادر في الابيثيليوم بتاعها عامل ازاي او كده حاجه اسمها ترانزيشنال. طيب بقول لك انت في منطقه مثلا لو قلنا اليورين بلادر فتحناها مثلا في تريانجولر ريجون كده، طبعا ده النيك بتاع البلادر. التريانجولر ريجون دي اسمها ترايجون، اسمها ترايجون. ودي الزاويه بتاع الانجل دي اللي هي تعتبر الفتحه بتاعت مين؟ بتاعت اليوريتر. مش عارف العمليه ماشيه. نكمل. اليوريتر هو داخل فين؟ في البلادر. الاوبننج بتاع اليوريتر. طيب في كمان يقول لك، طبعا احنا اتفقنا، قال لك الابيثيليوم بتاع اليورين بلادر حاجه اسمها ترانزيشن ابيثيليوم اللي هو ممكن لا قدر الله يحصل له حاجه اسمها اكسبانشن ويتغير شكله حسب الفوليوم اوف يورين. في كمان ان الميوكوزا بتاع الانتستين بتاع اليونال براذر بتبقى ايه فولدد، يعني فيها ثنايا كده اسمها روشي. المهم كل ده كلام مش ده، برضو ده بيسهل في عمليه ان هي يصلها اكسبانشن. اهم حاجه بقى اللي هي تهمنا كناس بتوع فيزيولوجي اللي هو الوول بتاع البلادر. ماسكولار وول عباره عن 3 لايرز من السموث ماسلز كلها على بعضها بسميها ديتروزر ماسل. في ماسل في الوول اهي ديتروزر اسمها ديتروزر ماسل. يبقى لما اقول لك ديتروزر ماسلز اللي هي ماسلز اوف ذا وول. ماسلز اوف ذا وول. ماسلز ده وول. طبعا سموث ماسل، سموث ماسل يعني وصلها اوتونوميك. في عندك في اثنين سفنكترز، واحده هاير واحده لور. طبعا الهاير دي بسميها انترنال يوريثرال سفنكتر، ودي برضو معموله بالسموث ماسلز، يعني اللي هي من عليها كنترول الاوتونوميك وليس ليه سوماتيك. عارفين سوماتيك والاوتونوميك ولا نسيته؟ تمام. السوماتيك بيروح للسكريتال ميم مصر. هنلاقي في هنا في سفنكتر تحت بقى اللي نسميها تيرنال جونيوس سفنكتر، نسميها والله انا نسيت اسمها اكسترنال. ما هو انترنال يبقى اكيد في اكسترنال. اكسترنال يوريثرال سفنكتر. اكسترنال يوريثرال سفنكتر دي برضو دي سكيلتال ماسل اللي هيروح لها سوماتيك اللي هو حاجه اسمها بيودينال نيرف، يعني دي اللي تبقى في دماغك. نرجع بقى بانواع اليوريترا. ايه بقى حاجه اسمها بروستاتيك يوريترا ومش عارف برينس يوريترا، مش
الموضوع ده. اهم حاجه عندك في مصدر فلور وفي عندك اثنين سفنكتر، واحده اللي بينا كنترول اوتونوميك والثانيه مين السوماتيك. طيب تعال بقى لمين، للنيرف سبلاي الانرفيشن بتاع اليونر بلادر. طبعا بيوصل لها افرنت 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 افرنت، خلاص ماشي. تعال هنا بالنسبه للافرنت سبلاي، افرنت الاعصاب اللي راحه دي، في طبعا في اوتونوميك وفي سوماتيك. اوتونوميك هيبقى نوعين، سمباثيك ومين بار على سمباثيك. عندك من النمبر 1 و 2 3 الاعصاب ديت جمع وتعمل لي في جانجليا اسمها انفيريور جس جانجليا بعد كده بتبدا اعصاب، الاعصاب دي بنسميها هايبوجاستريك اللي هي البوستنج نيورونيك بقى هايبوجاستريك. كل كلام انا ما يعني ما يهمنيش، انا لا بالله ما يعنيش ليا، اهم حاجه بس نعرف ان السمباثيك جاي منين، جاي من واحد اثنين لمبر 1 و 2 3 اللي هو ده طبعا بري جانجليونيك، ده بوست جانجليونيك. البري جانجليونيك لو طالع من سبون كورد، السيل بادي بتاعه قاعد فين؟ قاعد في حاجه اسمها لاترال هول بتاع السباينال مين كورد اللمبر ريشو. عظيم. طب بيروح بعد كده بيروح يعمل ايه بقى اللي هو المين؟ ده قلنا اللي هو السمباثيك افرنت. السمباثيك افرنت هيعمل ريلاكس الول وكونتراكت السفنكتر، وبالتالي يعمل يورين ريتنشن، يعمل يورين مين او يقلل الايفاكيوشن. خلاص. طيب تعال بقى على العكس اللي هو مين، هو الباراسيمباثيك طالع من سكرال 2 و3 و4. الباراسيمباثيك اللي هو يعني كلهم على بعض اعصاب بنسميها حاجه اسمها سكرال اوتونوميك او احسن بنسميها بلفيك نيرف. طبعا بتعمل ليه في حاجه اسمها تيرمينال مين، تيرمينال جانجليا، وبيروح يعمل العكس يعني اللازم ده اللي هو البارا الباراسيمباثيك او السكرال اوتونوميك او البلفيك نيرف. ده اللي هو ده قلنا سيمباثيك، ده بارا تعمل العكس، باراسيمباثيك اللازم اللي هو يعمل كونتراكشن وول ريلاكس السفنكتر، تاني يعمل ميكيوريشن يعمل يخلص يعمل فاكيويشن. خلاص. طيب السيل بادي هنا بقى ده جاي منين؟ السيل بادي هنا مش حاجه ما مش عايزه تدخل بقى في الاناتوم بتاع السبينال كورد، مفيش لاترال هورن في السكرال ريجن ولا في السيرفيكال ريجن، اللاترال هورن موجود بس في اللامبر والتراكولامبر بس. ف السيل بادي دي طالعه من حاجه اسمها اوتونوميك موتور نيوكليوي. اوتونوميك موتور مين تعرفوا في النيورون اناتومي، لما تلاقي السيل بادز تتجمع جوه السي ان اس يسموها نيوكليوس، لو السيل بادي اتجمعت بره يسموها جانجليا. طب مجموعه من الاكسونز في السي ان اس يسموها تراكت، مجموعه من الاكسونز بره يسموها نيرف اللي هو زي سبانال نيرف. طيب ما علينا من الفيرو الانازمي. طيب ده كان هنقول مين، ده الاوتونوميك، ده اوتونوميك خارج من حاجه اسمها اوتونوميك موتور نيوكليار اللي هي سكرال كام؟ 2 3 4. عظيم. اللي طالع برضو هنعملها بس باللون الاخضر مثلا اللي هو البيودندل. البيودندل ده سوماتيك طالع برضو من نفس المناطق دي، بس طالع منين؟ طالع من الانتيريور فور. طبعا ما فيش حاجه اسمها جانجليا خالص، ده سوماتيك نيرف. السوماتيك نيرف اللي هو مسميه ايه؟ بيودندل، بيودندل نيرف. البيودندل نيرف ده طبعا بيطلع اسيتيل كولين
زي شو اي شو ما اخذناها في الترونك وبيشتغل على مش عارف حاجه اسمها التين ريسبتورز. ساعات لما مكتوب عندك الباراسيمستاتيك السيمستريك اسيد ريلاكس الول وكونتراكت سفينكتر. الاكشن بيتم عن طريق الكونتراكشن سفينكتر عن طريق الفا 1, ريلاكسيشن الول عن طريق حاجه اسمها بيتا 3. دي اول مره اسمعها. يمكن بيتا 3 كنت دايما اقول لكم عليها ان هي موجوده في الادبوز, لكن هي برضو قالوا ان هي موجوده في اليونان امين بلادر هي بتعمل ريلاكسيشن بكام بيتا 2. المهم طيب الاخضر ده اللي هو البيودين ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل كونتراكشن يا جماعه, كونتراكشن اكسترنال مين يوريثرال سفنكتر. يبقى التالي اللي بيقفل المحابس السفنكتر اللي فوق واللي هي انترنال من السنه اسمه ساديك ومين والبيودين ده. مين بقى اللي وبرده ريلاكس الوول, مين اللي عكسه بقى بالنسبه للوول والسفنكتر؟ اللي هو الباراسيمستاتيك بيعمل كونتراكشن للوول اهو الازرق والريلاكسيشن سفنكتر. طيب ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الافرنت سبلاي. تعال بقى على الافرنت سبلاي. الافرنت الافرنت الاعصاب اللي طالعه بقى يعني هنعمل برضو نفس الالوان بس بالاسم. يعني مثلا يعني ده كان مين؟ ده كان الافرنت سمباثيتك. ده كان الافرنت باراسمباثيتك. ده الافرنت بيودندال عظيم ماشي. تعال بقى على مين؟ على الافرنت. في برضو افرنت سمباثيتك, افرنت باراسمباثيتك, افرنت كده. الافرنت سمباثيتك دايما ال الافرنت يا جماعه اللي هو مين؟ سنسور. الافرنت اللي هو مين؟ نموذج. فبرضو الافرنت سمباثيتك ده بيروح برضو نفس اللي اللامبر ريجون خلاص. وهنا طبعا في حاجه اسمها دورسال رول كامله عشان عقد الامور يعني. المهم السمباثيتك افرنت ده بيحمل ايه؟ قال لك بيحمل البين سنسيشن. يعني لو في واحد عنده التهاب في اللي حاجه اسمها سيستايتس لما تاخده ان شاء الله في البصرش التهاب في المسامه او في سيفير ديستنشن بلادر مليانه ومش عارف في مشكله في ستون مثلا سد اليوريثرا فالمايه محتجزه والبريشر لما بيزيد قوي يضغط على الوول ينبه البين ريسبتور يحس بالم فظيع الم فظيع. مين بقى اللي بيدي سنسيشن اوف بين؟ هو السمباثيك. طب الباراسمباثيك هو الازرق ده هو السنسوري بقى ده اللي برضه بينقل البين سنسيشن بس هو مين اللي بيبقى ده اللي بيحس بالبلادر فولنس يعني بامتلاء الايه المثانه لما الضغط البريشر الانترا فيزيكال بريشر يزيد جوه المين البلادر فعايز بقى تحس بقى بحاجه اسمها الديزاير فونكتوريشن اللي هو الرغبه في عمليه مين التبول. بيعمل اللي هيحصل لك اللي هديك اساس بين البلادر اتملت هو الباراسمستاتيك ابل. البيودندل بقى البيودندل برضه اللي هو البلادر ده في برضه في افرنت. الافرنت الافرنت بيودندل ده بيدي احساس ب الباسج اوف يورين في اليوريثرا يعني المايه وهي اليورين اسف هو معدي في اليوريثرا بنحس بيه ازاي؟ بنحس بيه عن طريق البيودندل عن طريق البيودندل تمام؟ ده اللي هو النيرف سبلاي بتاع اليورين بلادر. هناخد بقى ايه الفانكشن بتاع اليورين بلادر؟ ما الفانكشن بتاع اليورين بلادر هي حاجتين ريزرفوار ومكتيوريشن تخزن اليورين وقت ما الانسان بيشتغل كذا مش عارف كذا ولو اتملت البلادر ندير عمليه اللي اسمها ايه ميكتوريشن ريفلكس خلاص. طيب بالنسبه للريزرفوار فانكشن ايه الميزه في الميزه في اليورين بلادر
الميزه في اليونر بلاتر يا جماعه ان هي ان الحاجه اسمها بلاستيستي، مش برضه مش عايزين معاها الامور. المثانه لها القدره ان كل ما يزيد اليورين المفروض يزيد الضغط جوه مين؟ جوه المثانه. طيب اللي هو الانترافيزيكال بريشر. ولكن لا، فيها ميزه جميله ان هي ممكن تتعبى والزياده تبقى ضعيفه جدا او مينيمال، ما فيش في مين؟ في الضغط جوه مين؟ ما الضغط جوه المثانه ده يا جماعه برضو ده اللي هيدي احساس بالمين لعمليه الميكتوريشن. فمش معقول بقى كل شويه كميه ب 5 مللي ولا مش عارف 10 مللي عايز اروح الحمام، مش هنخلص بقى نقعد في الحمام على طول بقى. فانا عايز اليورين مين؟ ان هي يبقى عندها الابيليتي او الكباسيتي ان هي تستوعب اكوموديت انها تستوعب كميه ايه كبيره منين؟ من اليورين. هو صح. هو طب هنجي لها دلوقتي، وهيجي السؤال اللي هقول عليها، هقول امتى بحس بالايه؟ اول احساس بالديزاير فور ميكتوريشن لما تتملى قد ايه؟ تعال كده اول شوف المنحنى اللي عندك. 50 حاجه اسمها سيستومترو جرام. سيستومترو جرام ده اللي هو المنحنى الكيرف اللي موجود عندك ده ممكن بنعملها طبعا في كلب او حاجه كده. بنجيب كلب ونفضل بلادر، نفضل وندخل اليوريثرا بتاع الكلب مثلا سلينا او سلايم. وفي يعني هي بتبقى دبل يعني بتاع ده دبل واي تيوبز، يعني انبوبه هتدخل ميه وفي انبوبه ثانيه بتقيس للضغط. يبقى انت بتعبي مين؟ المثانه بمين؟ بالميه. وكل ما تعبيها تقيس مين؟ تقيس البريشر. فانت دلوقتي هتعمل علاقه ما بين مين؟ اهو بين ده اللي هو مين؟ ده اللي هو الفوليوم انترا فيزيكال بريشر فوليوم اسف، واللي فوق ده اللي هو مين؟ راسي اللي هو انترا فيزيكال مين؟ ها؟ بريشر. يعني علاقه ما بين الفوليوم والبريشر. الفوليوم اللي هو الووتر كونتنت بتاع البلادر والضغط. تعال كده نرسمهم. انا برضو مش عايز اسيب الرسمه دي لان دي هتفيدني في حكايه اللي حكايه الميكتوريشن. السيستومترو جرام اللي هو الرسمه دي يا جماعه، الرسمه دي قلنا اللي هي بتعمل علاقه ما بين الفوليوم ومين مين وبين البريشر جوه مين؟ جوه البلاتر. خلاص وهنا يعتبر ده البريشر مش عارف 10 20 مش عارف كده. طبعا سنتيمتر ووتر، سنتيمتر ووتر الفوليوم طبعا بالملي. فبيقول لك دلوقتي لو جمع 50 مللي مثلا، جمع كام؟ 50 مللي. ايه الضغط يعلى يعني، بس يعلى ايه؟ يوصل ل 10 ماشي 10 سنتيمتر مين؟ ووتر. او زي كان بقول مثلا مليمتر مركر. المهم وبعد كده طيب 50 ها دلوقتي مثلا 20 150 مش عارف عند 1500 300 مش عارف 400 مللي ماشي. فبنلاقي بقى بنلاقي خط كده مستقيم اللي هو بنسميه بلاتو، بلاتو دي وبعد كده بقى بعد 400 هتلاقي هيبتدي يزيد، هيبتدي يزيد الضغط طبعا. وهنا هيحصل طب ليه انا عملت هو الضغط طبعا هو ده ضغط اللي هيزيد. طب هنا برضو الضغط هيزيد لان هيبتدي يحصل حاجه اسمها يوتراين كونتراكشن. يوتراين بلادر كونتراكشن، لما المثانه تعمل كونتراكشن الضغط جوه هيزيد ولا ما يزيدش؟ هيزيد قوي. لان انت زي كان مثلا جبت بالونه مليانه ميه وعمال ايه تضغط عليها من بره، اكيد الضغط جوه هيزيد. ففي عندك بقى حاجه اسمها 1A 1B ومرحله ثانيه اسمها 2A. يبقى المرحله اللي هي الرايزنج دي اللي هي 1A ماشي، امال
المرحله بلاتو اليمين وبعد كده الارتفاع الكبير ده قلتي 2. هنا السؤال بيجي بقى، خلي بالك يقول لك طب ازاي هنا رغم ان الفوليوم بيزيد اللي هي البلاتو، ازاي الفوليوم بيزيد وازاي اللي البريشر ما بيزيدش؟ انت معايا ولا مش معايا؟ من كام؟ من عند 50 لحد كام؟ 400 لحد حوالي 300 او 400 كمان. قال لك دي بقى سببها ايه بقى؟ سببها ان في قانون اسمه قانون لابلاس. الراجل ده بيقول ايه؟ بيقول ان البريشر بيساوي 2 تي على الار، حيث تي اللي هي بنسميها حاجه اسمها التنشن، ار وار دي حاجه اسمها الراديوس اللي هي نص الراديوس نص القطر نص القطر. فانت افهم معايا بقى، افهم معايا. فايه اللي حصل؟ اللي حصل ان البلاذر وهي عماله تتملى بالميه او باليورين الريديس عمال مين؟ هي قلت لك اكسباندبل، اكسباندبل يعني بيصلا بتتمط يعني ماشي. فيعتبر انت كل ما تزود الميه التنشن هيزيد، الضغط على الوول او التنشن في الوول، وفي نفس الوقت برضو القطر برضو هيزيد. يبقى انت بتزود النيوميريتور اللي هو الباص، وبيزود الدينوميريتور. يعني لما تزود الباص وتزود المقاوم بنفس الطريقه يبقى ايه؟ يبقى المعادله تفضل مين؟ ثابته. فالبريشر يفضل مين؟ ثابت. يعني رغم ان الفوليوم زاد البريشر مين؟ ثابت. في قانون اللي هو لابلاس، لان كل ما كان التنشن بيزيد كل ما كان ايه؟ كل ما كان بيتملى، التنشن يزيد الراديوس يزيد. امتى بقى؟ امتى البريشر ده يزيد بقى؟ لما خلاص المثانه خلاص ما عادش تقدر دي تعمل اكسبانشن. فهتلاقي مين ده بقى ثابت؟ تلاقي التنشن ده بقى عالي، يوم البريشر مين؟ طب هنا بقى ايه اللي حصل هنا بقى؟ الخطوه لو انت شفت بقى في الرسمه الثانيه، انا جايب رسمتين يعني. الرسمه الثانيه قال لك ان هنا بقى بدا لو عند 400 يا جماعه بدا يحصل بوليوترايد بلادر كونتراكشن. بلادر مين؟ كونتراكشن. لما يحصل بلادر كونتراكشن هتلاقوا بقى حاجه اسمها بريشر ويفز. ايه البريشر ويف دي؟ اللي هو الضغط بايه؟ بيعلى وينزل يعني. بس خلي بالك ليه؟ لان نتيجه الكونتراكشن. طب ليه الضغط بعد كده قل؟ ها؟ اكيد معروف اكيد اللي اليورين مين؟ اللي هو الفوليوم كيرن في البلازما في المسانه بيقل، فالكونتراكشن الضغط بقى ضعيف، ما بيعملش مين؟ ما بيعملش بريشر عالي. بس دي هتلاقي في اللي عندك في كلمه كده اسمها يقول لك فويدنج. فويدنج اللي هو الار فويدنج اللي هو التفريغ، يعني تفريغ المسافه. مكتوب عندك على الرسمه. طيب تعالى بقى للسؤال اللي بيجي في قلنا في الامتحان بنجيبه، يقول لك والله قول لي ال في عندك بقى ديفرنت فوليوم اوف مين اوف يورين. يعني مثلا لو يورين فوليوم مثلا وصل ل 150، دي قال لك الفيرست ايرج تو فويد يورين. يعني انا بجرب في الامتحان كده بقول لك الفيرست ايرج تو فويد يورين عندي كام؟ 150 ولا 300 ولا 400 ولا 600؟ اختار مين؟ 150. ده سؤال شايل بيه كتير في الامتحانات، سهل يعني. ايه الضغط اللي عنده؟ بتبتدي تحس الاحساس الاول، الاحساس مين؟ الاول. فالرغبه في عمليه مين؟ التبول. الفيرست ايرج. طيب من 150 لمين؟ ل 400 او من 300. والله بقى المثانه اتملت، تحس بالفولنس وزي ايه ده بلادر. طب زاد بقى عن 400، بقى 400 مثلا ليه؟ ل 600. لا يبتدي بقى يتضايق. يعني هو طبعا هو قاعد في المحاضره مثلا ولا بتاع ومش عارف، مثلا مزنوق ومش عارف يروح الحمام، فيبتدي يتضايق بقى. ديسكمفورت يعني يتضايق، يبقى تعبان عايز يرتاح ماشي، عايز يروح بيت الراحه. طيب ما فيش الظروف منيله بميله وقافل معاه، فالمثانه مثلا وصلت لكام؟ ل 700. فيحس بقى لا، يقول لك لا بتوجع، بتقلب بقى مؤلمه.
بعد ال 700 وتبر ذره تمي بي مهما كانت النتائج في محاضره في مؤتمر في باب هيعملها على نفسه بقى. خلاص ما حدش يقدر ما حدش يقدر سمال البريك بوينت البريك ايه بريكنج بوينت. طب تعال بقى لعمليه الميكتورشن بقى هي عمليه التبول بتيجي ازاي؟ ريفلكس عادي يا جماعه خدناها قبل كده خدناها اللي هو اوتونوميك ريفلكس. اوتونوميك مين؟ ريفلكس اللي هو ببساطه بصوا كده بصوا معايا هنتكلم على الانفنت ونتكلم على مين على الادر. في الانفنت طبعا بيبقى حاجه اسمها اوتوماتيك هو اوتونوم بس بنسميه اوتوماتيك اوتوماتيك يعني ايه يا جماعه؟ مفيش كنترول طبعا. هو المفروض لو انت صحصح معايا كده المفروض فيها يا جماعه حاجه اسمها هاير سنتر حاجه اسمها سوبرا سبينال سنتر يعني في مراكز عليا دي بتتحكم في اليورين هتلاقوها موجوده عندك في الصفحه رقم 35 اللي هي ان في عندك حاجه اسمها فاسيليتات وحاجه اسمها انهبيتوري. في عندك يعني في هاير سنتر بتسهل في عمليه الميكتوريشن وفي هاير سنتر بتعمل سبريشن او بتعمل انهبيشن. السنتر اللي هو دايما بيعمل فاسيليتيشن حتى بنسميه بونتاين ميكتوريشن سنتر موجود في البونز ده اللي بيسهل عمليه الميكتوريشن خلاص. وبرده في يعني في سنتر تاني بقى في السيربرال كورتكس برده بتسهل فاسيليتات في الهايبوثالامس. في سنترز العكس بقى تعمل سبريشن تعمل انهيبيشن. انهيبيشن لمين؟ خلي بالك ان انت هو المركز الرئيسي يا جماعه اللي هي السكرال ده بنسميه ده الاساس ده الاساس السكرال ده بنسميه سكرال ميكتوريشن سنتر اللي هو كان السيل بادز السيل بادز بتاعت مين؟ بتاعت الايفرنت اللي هو بتاع الباراسمبسات كان بيعمل كونتراكشن لمين؟ وور وراكس فينكر. وهذا السنتر برضو على فكره لما بيشتغل بيعمل برضو انهبيشن للبيودندل. انت لما تعمل كونتراكشن وور وراكس فينكر لازم الانترنال اليسرى اسف لازم يعني انت وسعت لي الانترنال لازم تكون برضو توسع لي مين؟ الاكسترنال عشان اليورين ينزل ماشي. فانا في الحاله دي لما البلادر بتزيد الفوليوم اوف يورين بيزيد اكتر من 400 او كذا او تبعت اشارات مين بقى اللي بيحس بالفولنس اوف ذا بلادر؟ قلنا مين اللي هو الافرنت تفتكروا اه يروح مين الافرنت ده يروح مين؟ للسنتر اللي هو السكرال ميكتوريشن سنتر اللي هو سكرال 2 و3 و4 يوم جاي باعت مين؟ باعت عن طريق الافرنت عامل مين؟ عامل كونتراكشن رول وريكسشن مين؟ السفنكتر. وفي نفس الوقت عامل انهبيشن مين؟ البيودندل فالاكسترنال رخت خلاص نزل الميكتوريشن. ده اللي بنسميه يا جماعه بنسميه اوتوماتيك ريفلكس اوتوماتيك ريفلكس. وده بيبقى في الانفنت بيبقى في الايه؟ الطفل مفيش هاير كنترول عكس بقى الادلت بقى الادلت بيتحكم يعني المثانه اتملت اه اوكي ماشي هعمل لها انهبيشن مش لان الظروف مش مناسبه. ايه حكايه بقى قال لك ده في سوبرا سباينال سنترز هي دي السنتر دي اللي بتتحكم في مين؟ بتتحكم في عمليه في يعني هي اللي بتدي اشارات لمين؟ للسكرال يعني يا اما تقول للسكرال اشتغل يا ما تشتغلش. اللي في بقى قلنا في فاسيلتاتر وفي مين؟ انهبيتر. الفاسيلتاتر فين؟ بونز ولا ميد برين؟ بون تايم بون الانهبيتوري في الميد برين خلاص. وفي فاسيليتاتور قلنا برضو في الكورتكس في فاسيليتاتور برضو في الانهبيتوري في الكورتكس وهكذا. فلما بالنسبه للادلت بقى تقوم تقول لا طب و هنيجي للادلت وهاجي للانفنت. ليه الانفنت ما بيعرفش يعمل تحكم؟ بالنسبه للادلت بقى الهاير سنترز خلاص بتبقى عارفه ان في اماكن لل وأماكن مش كده واخد بالك. وفي نفس الوقت كمان هو لما المثانة بتتملى كان بتبعت إشارات عن طريق مين؟ فرس المثانة يروح لمين؟ السنتر. السنتر ده كان يعني في إشارات بتطلع لمين؟ للهاير سنتر بتطلع للسيركول عشان تحس بمين؟ المركز ده ماشي اوكي بيحس بالبلادر فولنس بس اللي دي سنسيشن بقى
هاير سنتر هي الابريشيشن، هي اللي تقدر اللي الموقف بقى المناسب ولا مش مناسب او كذا. فالاشارات تروح لمين؟ لهاير سنتر. هاير سنتر بعد كده لو لقيت ظروف مناسبه تبعت مين؟ الفاسيليتاتور، تقول السنتر ده اشتغل. وفي نفس الوقت برضه الاشارات وهي اللي هي الناتجه ديت برضه تعمل انهبيشن لمين؟ للبيودنتا، وبالتالي تتم العمليه. طيب افرض ان الظروف مش مناسبه، البلادر اتملت، بعت مين؟ في سنسيشن. السنسيشن ده الهاير سنتر عارفه ان الظروف مش مناسبه، تقوم مين؟ انهبيتور سنتر عامله مين؟ انهبيشن اللي هو موجود في الميد برين في السيربرال كورتكس. طيب ليه الطفل بقى ليه الطفل ما بيعملش كنترول؟ انت خلي بالك، انت هل في ارتباط بين السيكرال والهاير سنتر؟ طبعا ارتباط مين؟ بالاسندنج والسندنج. الاسندنج اللي هو مين؟ هو كان السنسوري. السندنج والموتور. السندنج ده اللي هو الموتور. ماشي؟ التراكتس دي يا جماعه المفروض يحصل لها مايلينيشن. يحصل لها مين؟ مايلينيشن. خلاص؟ في الطفل في اول سنتين، على فكره الطفل بيتحكم في اليورين من سنتين لثلاثه، يبتدي بقى ايه؟ يتحكم تماما، يبقى في عنده فولانتري كنترول. قبل السنتين ما كانش في مايلينيشن للتراكتس دي، كانت نوت ويل مايلينيتد، وبالتالي مش شغاله. فلما البلادر تتملى يروح للسنتر، السنتر ده خلاص ما السنتر اللي فوق دي مش ايه؟ مش واعيه للدنيا خالص، مش عارفه حاجه خالص، مش عارفه ايه اللي بيحصل. فكان اللي بيحصل بقى حاجه اسمها اوتوماتيك ريفلكس، اللي هو ده البلادر تتملى يبعت في الافرنت، السنتر يبعت في الديفرنت، يروح للفيكتور اورجان اللي هو يعمل كونتراكشن للوول وريلاكس سفينتر، يحصل ميكروشن يروح اوتوماتيك. واضح؟ طيب نيجي بقى لاخر حاجه اللي هي يا كان في كمان حته زياده، يقول لك برضه الهاير سنتر دي ساعات بتعمل كونتراكشن للدافرام والابدومينال وول ماسلز، اللي هو ده اللي هو ده لو انسان بقى عايز محتاج مساعده زياده. يعني ازاي؟ هو البلادر لما بتعمل كونتراكشن والسفنكتر دي تعمل لها ريلاكسيشن ودي تعمل لها ريلاكسيشن، خلاص ماشي. قال لك والله لا، ما هو لو الانترا لو الابدومينال وول ماسلز والدافرام عمل كونتراكشن البريشر في الابدومين هيزيد، يقوم يضغط على مين؟ على المثانه، يقوم يزود الضغط جواها فيسهل في عمليه مين؟ بطل، عشان اسهل في عمليه الميكتوريشن اللي هو في ساعات ناس بيعمل حاجه اسمها بالذات بتبقى واضحه في الديفيكيشن اللي يعمل حاجه اسمها تريننج بالعربي بيسموها بيحزق، يعني ما اعرفش باللي بيسموه ايه. المهم تعال بقى مع لاخر حاجه عندنا الميكتوريشن ديستربنس. ايه الديسترب؟ ايه الخلل بقى اللي ممكن يحصل؟ دي بقى حاجات دي الحاجات بقى اللي هي الباثولوجيكال بقى، حاجات اللي هي المرضيه دي. اخر حاجه في الايه حاضر لكن دلوقتي عندي ثلاث حالات عندك، يا اما حاجه اسمها دي افرنتيشن وانيرفيشن وحاجه بعد كده حاله اسمها ترانزيشن سبينال كورد. واحده واحده دي افرنتيشن من اسمها دي افرنتيشن، قطعنا الافرنت، قطعنا مين؟ الافرنت. فانت تخيل كده ايه اللي يحصل، اقعد الفها بقى، اقعد الف معاك ده البدريات ده اللي هي الانترنال يوريثرال سفنكتر، وده الاول اهو ده اللي هنعلق عليها قوي. يعني الافرن ده كان بيعمل ايه؟ ينقل السنسيشن بالذات الافرن بتاع البارسم بالذات. يلا يا جماعه خلاص ثلاث دقايق واخلص. الافرنت نيرف ده كان هو اللي بيدي مين؟ بيدي سنسيشن اوف فولنس اوف سولادر، اللي كان بيدي احساس بان المثانه مين؟ تعبه مليانه، اللي كان بتروح هنا لمين؟ للسنتر. ها؟ السنتر اللي هو الاساس اللي هو سكرال كام؟
2 3 4 ده بنسميه سكرال نكتوريشن سنتر. انا ما بعلاش يا جماعه على الاسم بس الاسم ده مهم قوي في حكايه طبعا بيعمل ريتنشن لليورين وكل حاجه يعني هو قصد ستورج لليورين ومهم جدا في البين سنسيشن. ولكن بتكلم على الميكتوريشن ريفلكس ايه الخلل بقى اللي هيحصل فيه. انت دلوقتي قطعت الافرنت مثلا انت يا جماعه الافرنت ده بيحصل له دامج او كده حاله مرضيه بتاخدوها في السنسور اسمها تيبس دورسالس. تيبس مين؟ دورسالس. مره تيبس اسمه السيفلس اللي هو الزهري ده بيعمل بيبقى فيه انفلاميشن في الدورسال هورن حاجه اسمها الدورسال هورن في نتيجه الانفلاميشن والسيلز بتبقى ديميتاس وبتعمل كومبريشن على مين؟ على الاعصاب اللي هي التراكت كده في الدورسال كولم. كل ده سي ان اس عشان مش هنفتح في السي ان اس. المهم الاعصاب دي اللي هي اللي هو الافن ده اللي كان بيشيل السنسيشن السنسيشن برادر مين فولنس. فده لما بيحصل له دامج كانك قطعته فكده مين ما هو انت الميكتوريشن ريفلكس يا جماعه عباره عن اي ريفلكس ستيمولس ريسبتور اف سنتر ايه فرنس افكتو مين اورجان. لا انت كده قطعت الايه السايكل بتاع الريفلكس. طب خلاص هل هو بقى في الحاله دي افهم معايا انا دلوقتي حصل كاتنج او دامج لمين افرنت حاله مرضيه وانا اسمها تيبس دورسالس. تيبس دورسالس اللي هي نتيجه مين؟ نتيجه السيفلس. طيب في الحاله دي المساله تتملى افهم بقى حدوته المساله تتملى. هل هو هيحس ان المساله مليانه؟ مش هيحس مفيش. فتفضل مين؟ تتملى 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 في الحالة دي الوول بقى نتيجة الامتلاء الفولنس العظيم دوت الوول هيبقى ثيك ولا ثن؟ ثن ثن لأنه أنت عمال مين؟ يعني عمال تفشيها بقى تديها 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 ماشي. فالبلادر حتى بنسميها إيه؟ الأتوني بلادر ما فيهاش تون ما فيهاش ما فيهاش ما وول بيبقى فيري ثن بيأثر برضو على قدرة المصل نسميها اتونيك بلادر. وفي نفس الوقت طيب هو السنتر ده مش شغال ماشي يعني ما مش واعي للدنيا يعني مثلا هو ما بيحسش من المسألة مليان فتفضل المسألة تتملى باليورين تتملى 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 زي نظام اللي هو قلنا الطنجرة ولا الحلة اللي بتملاها بالمية 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 لحد الحلة تتملى خالص وبعد كده تبتدي مين تدلدل تدلدل يعني ايه تكوب. فدي بنسميها ايه ريتنشن واوفر فلو. ريتنشن ان المية مين احتجزت اللي هو اليورين وبعد كده بدأ يدلدل يعني بالبلد كده بالمصري يعني بدأ المية تقع دي بنسميها اوفر فلو. دي بنسميها بقى الحاله دي بنسميها ريتنشن ويز اوفر فلو. لما البلادر يا جماعه بتتملي خالص لحد ما الضغط جوه البلادر يبقى اكتر اكتر من التون بتاع مين؟ بتاع السفنكتر. لما الضغط يبقى اكتر من التوم بتاع السفنكتر توم السفنكتر دي فكه شويه غضبا عنها يوم اليورين مين ينزل تريبلنج اوفيرين اللي هو ينقط ينقط دي بنسميها الحاله دي ايه بقى؟ طبعا لما بينقط شويه الضغط بيبتدي ايه يخف تقوم جايه مين السفنكتر قافله يبتدي بقى مين يحصل ريتنشن وبعد كده يحصل اوفر فلو. خلي بالك ان ايه اخبار الافرنت دلوقتي يلا شطار ايه اخبار الافرنت؟ الافرنت سليم ولا مش سليم؟ سليم. الميكتوريشن سنتر سليم ولا مش سليم؟ سليم. قال لك انا ممكن اتجنب الكارثه دي اتجنبها ازاي؟ انا مش مكتوب عندكم في الشيت على فكره بس انت فاهم كده اللي هي ازاي؟ اللي هي ريتنشن اوف فلو ازاي؟ انا كل شويه هقول له روح الحمام كل شويه روح الحمام اقول لك انا مش حاسس بحاجه قلت له لو قعدت مليون سنه
مش هتحس بحاجة، مش هتحس بحاجة. روح الحمام نعمل ميتوريشن. انت كده بتدي الهاي سنتر بتبعت لمين؟ بتبعت للميتوريشن اللي هو تقول له اشتغل، هو اصلا حلو شغال هيشتغل واضح. يعني انت ممكن تتجنب العمليه دي لو هو المريض عود نفسه على ايه؟ انه مثلا كل ساعتين اروح الحمام، كل ساعتين مش هيحصل بقى اللي هو الاتونيك بلادر. طيب نيجي الحاله بقى المرات الثانيه اللي هي دي دينيرفيشن. دينيرفيشن معناها قطعت اللي قطعت الاثنين يا جماعه، قطعت اللي هو الافنتومين. خلي بالك اهو، يبقى الاحمر ده اللي هو مين؟ يبقى الازرق ده كان ايه؟ كان اسمه دي افنتيشن. طيب والاحمر قول يا زيد اسمه ايه؟ دينيرفيشن. انت اللي كده خلاص، انت قطعت اللي رايح واللي كان معايا صغير واللي جاي ماشي. فكده البلادر مع نفسها، البلادر بقت مين؟ مع نفسها، مع نفسها، منحتها عن السنتر، حتى بنسميها دي سنترلايزد بلادر. دي سنترلايزد بلادر، تتخيل كده البلادر خلاص بقت مع نفسها. بيقول لك كمان بيحصل لها شرينكج، يعني حجمها بيكش، بيبقى فيه هايبرتروفي، بيبقى فيه العكس الثاني. الثاني كان نقول بيبقى مين؟ هيك. هنا بيحصل هايبرتروفي. ليه بقى؟ بقول لك ايه، طبعا في ريسبتورز يا جماعه هنا اللي اسمها الماسكنج ريسبتور، اللي كانت بتعمل مين؟ اللي كانت بتعمل كونتاكشن ولاكس مين؟ سفنكتر. الريسبتور دي فاكرين حاله في كانت تقول طب، بس مش عارف انا ما شرحتها لكم ولا لا، حاجه اسمها دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي؟ لو في عصب رايح لمين؟ الاورجن، وجيت قطعته بنلاقي ان الريسبتورز بتزيد والسنسيتيفيتي بتاع الاورجن بتزيد. دي بنسميها دينيرفيشن هايبر سنسيتيفيتي. فبقول لك دلوقتي خلاص انت قطعت الايه؟ العصب اللي رايح، فاهم؟ يوم الريسبتورز دي مين؟ عادها تزيد، والسنسيتيفيتي بتاعتها للاسيتيلكولين تزيد. المهم فيبتدي يحصل بقى وفي حاجه اسمها انترنسيك ريفلكس. يعني ايه؟ يعني في لوكال اعصاب لوكال كده المثانه تتملى بشويه يورين. يعني كان لوكال ريفلكس دي يعني ايه؟ لوكال ريفلكس دي اللي هو ما بيبقاش يا جماعه ما بيبقاش في سنتر، بيبقى في افرنت وافرنت لوكال لوكال يعني. فالمثانه تتملى يبعت ماشي خلاص، يبعت لمين؟ اللي هو الافرن. الافرن في برانش بقى من الافرن اللي بنسميه انتيدرومال فايبر، يوم يروح لمين؟ للبلادر، وول يعمل كونتراكشن. فيبتدي المثانه اي يورين، اي يورين يتجمع اي كميه يتجمع فيها تقوم عامله مين؟ كونتراكشن. وبالتالي هذا الشخص بقى عمال في حاجه اسمها الكونتنس. عارفين الكونتنس اللي هو يعني كل شويه كل شويه ينزل ميه، كل شويه ينزل مين؟ ميه. دي بنسميها ايه؟ infrequent micturition أو frequent acid micturition. إن هو كل شوية عمال كل 10 دقايق أو كل ربع ساعة عمال يروح مين؟ عمال أي كمية يورين تتجمع يوم يروح يفرخ ماشي. ده الحالة اللي اسمها إيه؟ اسمها دي نيرفيشن، دي نيرفيشن أوف ذا مين؟ أوف ذا بلادر. آخر حالة بقى، آخر حالة اخر حاله بقى اللي هو بيقول لك لو انا عملت بقى سباينال كونسيشن. بص معايا كده يا جماعه، بص معايا، في مريض دي المفروض جنسين لسه شباب. طبعا الهاير سنتر دي كان في اسندنج وديسندنج ماشي. ففي واحد حصل له حادثه او جان شوت او طلقه رصاص وقطعت مين؟ قطعت اللمبر. يعني حصل ترانسكشن سباينال كورد في اللمبر. خلاص دلوقتي مفيش مين؟ فيش فاسيليتات الامبلس، هتروح لمين؟ دي السنترز اللي هي السيل بادي بتاع اللي ايه؟ السيل بادي بتاع الافن، السيل بادي بتاع الافن اللي هو سكرال مين؟ سكرال اوتونوميك. الافن ده اللي كان بيعمل كونتراكشن رول ريلاكس مين؟ السفنكتر. فانت لما واحد بقى بيحصل له الحاسه ديت بنسميها ترانسكشن سباينال كورد، بيمر المريض في ثلاث مراحل. هو ده اصلا ده موضوع شيق وجميل في السي ان اس، طبعا انت ما خدتوش انت للاسف موتور. فالمريض بقى بيمر بثلاث مراحل، مرحله اسمها سباينال شوك، مرحله اسمها ريكفري، مرحله
خلاص ما فينجر اوف الكاب. افهم معايا سباينال شوب السنتر دي يا جماعه. السنتر دي اللي كنا مسميها ايه؟ نسميها اوتونوميك موتور نيورون نيوكليار. دي اللي هي كلها بعضها بسميها ايه؟ سيكرال اوتونوميك سيكرال ميكيرشن سنتر. خلاص السيل باديز دي اللي كان بيطلع منها الاعصاب اللي هو البلبيك نيرف اللي هو الايفريت بتاع اللي ايه فرس المسد. كان بيقول لك دلوقتي لما حصل يا جماعه السنتر دي على فكره عارفين مثلا هدي مثال كده. في واحد شخص اخر يعني عمال كل يوم يديله مثلا بتاع ده 50 جنيه. الشخص ده اللي هو بياخد 50 جنيه كل يوم هيفكر ان هو يشتغل؟ خلاص ما المنحه بتيجي اللي هي السراج قطعها يعني السراج. طيب انت دلوقتي لما لو حصل بقى مين السنتر دي اللي هو السكرال اوتونوميك سنتر ده كان بيعتمد على الفاسيلتاتور امبلس اللي جايه منين؟ من الهاير مين سنتر. يبقى الشغل بروحه قطعت السباينال مين الاعانه اللي انت دعيتها اتقطعت. الشخص ده يعمل ايه؟ الشخص ده اول ما بتقطع عنه فلوس بيضطرب نفسيا. بيضطرب مين؟ نفسيا. يا طب وبعدين اعمل ايه؟ بيقعد بقى ايه يعني مرحله فتره كده دماغه يدي بس ما بيشتغلش لان هو صدم. حتى بتسميها سباينال مين سباينال شوك. بس انت دي صدمت ان المنحه ضاعت ماشي فما بتشتغلش فبيحصل لها ايه يعني كومبليت لوس اوف اكتيفيتي. يعني السنتر دي ما بتشتغلش اللي هي مين الاوتونوميك موتور نيوكليار. ففي الحاله دي فاهم ايه بقى البلادر اتملت تبعت اشارات هي اصلا السنتر دي مش شغاله. فيبتدي بقى مين يبتدي طالما السنتر دي كومبليت لوس اوف اكتيفيتي مش شغاله خالص فمش هتبعت اشارات عشان تبقى بقى البلادر مين خدتها الحل اللي هي البلادر تتملى لحد ما تدمدق اللي بنسميها ايه؟ ريتنشن وتور فلو. ففي الحاله دي اليورين هيبقى مين؟ او النظام الميكتشن بتاعه نظام اسمه ريتنشن مين؟ طبعا يا جماعه احنا ما بنسيبش المريض ده بالطريقه دي مش نقعد نتفرج عليه وعمال يتعذب ولا بتاع لا احنا بنركب حاجه اسمها كاستر بنركب حاجه اسمها الدكاترة بتوع المسالك لكن قسطرة عشان يفضي مين؟ اليورين. طيب المهم بعد 5-6 أيام الراجل اللي هو اللي انت قطعت عنده المنحة ده قال لك كده ده انا كده هموت. يبتدي بقى يدور على ايه؟ شغل على اكل عيش يبتدي بقى يشتغل يبتدي مين؟ فنفس الكلام السنترز دي بقى اللي هي الاوتونوميك موتور نيوكليتي تبتدي مين؟ تستعيد الاكتيف تستعيد مين؟ ده بقى اللي بنسميها مين؟ ستيج اوف ريكفري يعني هو التنبله والاحباط يروح. الاحباط ده كان فين؟ مرحله اسمها مين؟ صدم اللي اسمها سباينال مين؟ شوك. فيبتدي بقى مين؟ يحصل ريكفري يعني السنتر دي تستعيد نشاطها. لما تستعيد نشاطها خلي بالك هل الهاير سنتر واعيه باللي بيحصل؟ ده انت قاطع اهو في السن ولا في مين؟ السن. فده كانه طفل عارف الطفل اللي هو الانفنت اللي هو البلادر تتملى تبعت لمين؟ للميكتيوشن سنتر. الميكتيوشن سنتر شغال من غير ما ياخد راي مين؟ فبالحاله دي الميكتيوشن هيبقى اسمه ايه؟ اوتوماتيك. هيبقى اسمه ايه؟ اوتوماتيك. عارفين اوتوماتيك؟ البلادر تتملى تبعت للسنتر يعني. يعملها على طول. خلاص؟ وقال لك في كمان في حاله ما يعني حالات مش كل الحالات يا جماعه تيبيكال يعني قالوا ايه؟ قالوا ساعات كان برضه ما كان بينزل برضه الانهبيتوري امبالسز بتيجي من فوق برضه فقال لك انت كده ما شلت الفاسيلتاتور وشلت الانهبيتوري. ففي بعض السنترز اللي هنا عارفين لما هنقول مثلا الاخ القائد مثلا
هل أخ قائد كان شوية اللي هم الناس اللي عايزين يعملوا يعني اللي هم في المشهد دلوقتي هم المخربين الدنيا، هل كان يقدر ينطق؟ ما كانش يقدر ينطق. فتخيل بقى لما قطعنا هنا اللي هي الانهبيتور بقى، فالسناتر دي السنتر دي اتجننت بتشتغل، ما لا رقيبه ولا حسيب، لا رقيبه ولا ايه ولا فبدات تبقى عندها حاجه اسمها هايبر اكتيفيتي هايبر مين، لدرجه بقى ان في المريض ده اي كميه بلاد اي كميه يورين تتجمع تبعت مين اشارات يقوم بقى ايه يرد، لان ما عادش في كنترول بقى زي المجنون. انت شلت الايه شلت الانهبيتور اللي كان بيروح له برضه. فالمهم فحد حل يعني حاله بنسميها سباستيك نيوروجينيك بلادر، معناها برضو ان هو يبتدي بقى مين يبتدي اللي هو اي كميه يورين تتجمع يعمل نيوتريشن تتجمع اللي انا قلت عليها قبل كده لما اقطع مين لما كان بعمل مين لينيفيشن كان قلنا البلادر اللي فيه بيحصل انترنسك ريفلكسز وغير كده بس حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي، فاي يورين يتجمع الريسبتور بتتنبأ مهم تعمل مين تدير كونتراكشن. خلاصة الكلام في بقى ريفلكس جميل جدا كل ده في سي ام اس طبعا الحاجات دي ما مش هيجبلكم في الامتحان ما تخافوش يعني. في حاجه اسمها ماس ريفلكس. ايه بقى ماس ريفلكس؟ هذا المريض بقى المريض طبعا ده على فكره بيجي له حاجه اسمها بارابليجيا يعني تقطع له السبينال كورد في اللامبر ريجون بيتشل طول اللم اسمها بارابليجيا. في ريفلكس عجيب كده اسمه ماس ريفلكس. ماس ريفلكس ده اللي هو ماس دي من كلمه اللي جايه من كلمه كتله. الكتله دي معناها ايه؟ ان هي يحصل احداث كثيره في ان واحد، احداث كثيره في ان مين وكانها كتله واحده، كان الاحداث كلها مين. هذا كلمه معنى كلمه مين ماس ريفلكس. هذا المريض اللي هو قطعنا له في اللمبر ده ما طول. يجي لو واحد قرصه من رجليه ماشي يقوم عامل كذا حاجه. اول حاجه يقوم مقرفص، عارفين يعني ايه قرفص؟ يعني كده يعني يعني يعمل فليكشن للايه ونلاقيه يعرق من تحت، ضغطه يزيد. قلت لكم بقى في احداث كثيره كلها في ايه؟ كلها جت منين؟ من القرصه. امال ايه اللي جديد في الموضوع؟ ان هو بيعملها من ديفيكيشن وبيعمل برضه من تيوريشن. يعني تقريبا بيحصل خمس حاجات: يعرق، ضغطه يعلى، يرفض، ويعمل ميكتوريشن. يعمل مين ديفيكيشن لدرجه ان هم الشخص ده خلاص يتعود على كده او اهله بيعودوه على كده. يعني هو يشغل الزرار يعني واحد يقرصه يقوم يعمل مين ميكتوريشن. ده اسمه ايه؟ المهم هذا المريض الغلبان ده بصوا يا جماعه نتيجه الاهمال بقى طبعا المثانه كانت بتتملى ومش عارف مين كذا. المهم بيحصل انفكشن انفكشن. يا جماعه طب ضيق الباكتيريا بتاع البلادر ده نعمه عند ربنا. اي بكتيريا هتلزق في بتاع ده هن ايه اليورين هو نازل بايه يعملهاش اوت. المهم فيبتدي بقى يحصل يورينال انفكشن ويحصل رينال فيلير وبتاع ونتيجة البكتيريا لما بتزيد في جسمه التوكسين في جسمه التوكسين تعمل انهبيشن للسنتر دي لاخر مرحله بقى يعني السنتر دي الاول اختلت اللي هي حاجه اسمها سباينال مين شوك وبدات مين تستعيد نشاطها اللي بنسميها ايه اللي هي ريكفر اللي كان اللي قلت لك عليها بنسميها حاجه اسمها اوتوماتيك ميتيوريشن. بعد شويه بعد فتره بقى لو منقلك يعني مفيش علاج وبتاع قلت لك هيحصل بقى مين البكتيريا والتوكسين هتعمل سبريشن للسنترز دي. تعرفين السنترز دي ما بتشتغلش كأن هرجع لمين؟ هرجع للمرحله الايه؟ برافو عليك هرجع للمرحله الاولى اللي هي برضه هيحصل مين ريتنشن والاور فلو. يبقى العين اللي بقطع له السبان كورد في اللامبر ريجون ايه تاثيره على الميكتوريشن؟ هيمر في ثلاث مراحل حاجه اسمها سبان شوك ريكفري فيلير اوف ريكفري. ببساطه كده ريتينشن ودور فلو اوتوماتيك ريتينشن ودور فلو وبعد كده طبعا بيموت طبعا في الاخر. دي اللي هي المرحله الرابعه.
شكرا جزيلا.